النشرة الإخبارية من القدس .com. أهلا بكم. يواصل عشرات الأسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم 31 على التوالي احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري، فيما تتجاهل إدارة سجون الاحتلال الأوضاع الصحية التي يمر بها المضربون وترفض الحوار معهم. لقي شابان مصرعهما وأصيب آخران جراء انفجار عبوة ناسفة في موقع تدريب لسرايا القدس غرب مدينة خان يونس. قتل نحو 32 شخصاً جراء هجوماً لعناصر من تنظيم القاعدة على مراكز أمنية بمدينة حضرموت شرق اليمن. وفي سوريا قتل 37 شخصاً جراء قصف لقوات المعارضة على تجمع انتخابي موالي للرئيس السوري بشار الأسد، حسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأخيراً ضربت هزة أرضية خفيفة مناطق مختلفة من فلسطين، وأوضح مركز علوم الأرض وهندسة الزلازل أن الهزة التي مصدرها منطقة البحر الميت بلغت قوتها 4.1 على مقياس ريختر. نهاية النشرة، إلى اللقاء. أينما أذهب عنواني يبقى دائماً القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس .com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.